بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. ضيوفنا الأعزاء، طاقمنا التربوي والإداري، بناتنا وأبناؤنا التلميذات والتلاميذ، يسر إدارة المركب التربوي بستامفيل أن ترحم بكم في هذا الحفل المتميز الذي نسعى من خلاله إلى تربية ناشئتنا على التمسك بقيم المواطنة وتنمية الوعي لديهم بالحقوق والمسؤوليات اتجاه أنفسهم واتجاه وطنهم ووحدته الترابية. كما نسعى من خلال هذا النوع من الأنشطة إلى إعداد مواطنين قادرين على الانخراط الفعال في المجتمع الديمقراطي. في هذا السياق ينظم المركب التربوي غوستاف إيفل هذه الندوة تحت عنوان قضية الصحراء المغربية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2468. قراءات مقاطعة. من تقديم السادة الدكتور عبد الرحيم الناصيني، الدكتور صبري الحور، الدكتور الحسين عبوشي، الدكتور فتاح بلعمشي، الدكتور سعيد الخمسي. لكم جميعا أجمل عبارات الشكر والتقدير والاحترام. مرحبا بكم. شكرا السيدة عيسى. نحن بدورنا سوف لا نفوت هذه الفرصة لنقدم الطاقم التربوي والطاقم الإداري لمؤسسة غوستاف إيفل كل الشكر والتقدير للسيدة عيسى لما تبذله من مجهودات في إطار افتتاح المؤسسة على المحيط الثقافي الخارجي، فشكرا لها مرة أخرى. كثيرا هي الاحداث والوقائع التي يصهر بها تاريخ المغرب، وهذه الاحداث تتحول الى قضايا يستغلها المغاربه ليعبروا عن تلاحمهم، عن تآزرهم، عن مواطنتهم وعن تشبثهم بوحدتهم ولوحده ترابهم. من ضمن هذه القضايا قضيه الصحراء المغربيه، ويسعدنا أن نستقبل في هذا الإطار ثلة من خير الأساتذة الدكاترة الكبار الذين لا يفوتون أي فرصة أي منبر إلا ويشيدون بهذه الوحدة، يشيدون بمغرب الصحراء كما قال صاحب الجلالة نصر الله، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربه. في هذا الإطار سوف يتفضل السادة الأساتذة الكرام بطرح موضوع ندوة حول المستجدات، يعني تحولات قضية الصحراء على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2468، ومداخلاتي سوف تلتقي في إطار قراءات متقاطعة. معنا أول متدخل الأستاذ عبد الفتاح العمشي، وهو دكتور في الحقوق، أستاذ جامعي في العلاقات الدولية. موضوع مداخلته حول الحكم الذاتي، ورقة تفاوضية دبلوماسية وبديل وطني. فليتفضل مشكورا. سنة 2007 والتطورات التي عرفها هذا المقترح، ومن خلال ذلك الحديث أيضا عن المحور الأساسي لهذه الندوة وهو قرار مجلس الأمن الأخير 2462، على أن أترك جزء من الوقت لأتحدث إلى تلاميذ هذه المؤسسة في ما يمكن أن نفسر به هذا النوع من القرارات والتقارير، وأعطي في عجالة ما المقصود بقرار مجلس الأمن، وما المقصود بتقرير السيد الأمين العام، حتى أقربهم إلى هذا النوع من القضايا التي يواجهونها بشكل كبير في مسائل الإعلام وفي الصحافة الوطنية والدولية، حتى يكونوا أقرب إلى الفهم
لهذا النوع من التعابير والمصطلحات التي يصادفونها. باختصار الحكم الذاتي هو ورقة تفاوضية، وحينما نتحدث عن الحكم الذاتي هو مشروع. تعلمون أن قضية الصحراء عرفت منذ نشوبها أو منذ تدويلها داخل يعني تدبير أممي معين بالخصوص في أواسط السبعينات، ومرت هذه القضية بمراحل متعددة. المرحلة الأولى كانت يعني في ظروف دولية تعرف صراع الشرق والغرب، وكان المغرب في عهد الحسن الثاني يعني من الدول التي اختارت منذ البدء نوع من التوجه في الديمقراطي، التوجه نحو حرية السوق، التوجه نحو أفكار ليبرالية في عمقها، ولكن في إطار نظام الدستوري السائد الذي هو الملكية الدستورية الديمقراطية، في حين أن حصول الترابية ومن ولاه بخصوص الجزائر كانوا ينخطفون في معسكر شرقي يتبنى أفكار نقيضة آنذاك في الواقع الدولي الذي كان يتنازعه هذان التيارين الأساسيين. صارت الأمور على ذلك، ودخل المغرب في حرب، كانت هناك حرب في الصحراء من أجل يعني حسم المسألة بطريقة عسكرية. استمرت هذه الحرب بما لها ومعنى لها إلى حدود سنة 1961 أمام اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكولات المضافة إليه بين المغرب والأمم المتحدة من جهة، وبين البوليزاريو والأمم المتحدة من جهة ثانية، بحيث أن المغرب لم يوقع بشكل مباشر اتفاقا مع البوليزاريو، وإنما هو تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذه النقطة وجب الإشارة إليها. بعد ذلك حاول المجتمع الدولي في ظروف جديدة دوليا، لم نعد أمام نظام ثنائي الحكم، لم نعد أمام نفس الأفكار ونفس التناقضات التي كانت تسود الأنظمة السياسية عبر العالم في الصراع الذي يجسده إلى حد ما مشكلة قضية الصحراء. وأصبح المجتمع الدولي يسعى إلى حل هذه القضية انطلاقا من الآليات والأجهزة المتاحة لهيئة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن. فكان دائما تقارير السيد الأمين العام توصي بضرورة الوصول إلى حل توافقي سياسي يرضي الأطراف المعنية في هذا النزاع، وهي المغرب والبوليزاريو، بدرجة ثانية الجزائر وموريتانيا. استمر وضعه كذلك إلى حدود سنة 2007. طرح المغرب مشروعاً سوق له في الخطاب السياسي. الصراع هذه الأزمة خلي بها أشياء تلعب، لم نؤسس لتعاطي استراتيجي مع قضية الوحدة الترابية، إما كانت قضية خاصة في واحد الوقت، إما كانت قضية ديال الناس كيف تصور بها طريق الخبز، إما قضية ديال المناضلين هما قلال ولكن ما عندوش أدوات. واحد، جوج، جبتوا كلكم جوجل، ديروا قضية الصحراء لتجدوا حجم ما يكتب في الخطاب المعادي مع ما كتبوه. والفضاءات الآن ديال التواصل اللي فيها هما الشباب. الأمر الثالث هو أننا اعتقد اننا لم نضم معرفتنا حول، يعني لما تتكلم واحد تتكلم في كل شيء، في التاريخ، في الجغرافيا، الامم المتحده، الحرب، السلم، كل، لم نؤسس لمعرفتنا منظمه، معرفه منظمه، لان وظيفه المدرسه شنو هي؟ ماشي انتاج المعرفه، المعرفه تنتج فضاءات اخرى، وظيفتها الاساس هي تنظيم المعرفه، ما نظمناش المعرفه في واحد المجموعه ديال القضايا ونرجع لها. اذا هذا الامر الاول. علاش ما تتهمنا كشباب قضية ديال الوحدة الترابية؟ ولا افترضنا جدلا أن واحد الطرف ديال المغرب يتحمشى، واش غدا غيدير الطرف والطرف راح تصبح شوية طرف، تضربوا واحد القصر. حنا المغرب تتسمعوا هذه الكلمة باش تبان لكم فهمت، تسمعوا بزاف اللي تنقولوا حنا دولة أمة. ما معنى دولة أمة؟ فقط نوضح واحد القضية، الدولة كما تعرفوها الناس ديال السياسة والقانون،
هو الجهاز الذي يحتكر العرف. العرف ماشي هو الجهاز اللي يقدر يفرض علينا ارادته ونحن وراسنا. في حين ان الامه وهذا اللي حنا يعني هو الشعور جماعي اللي يجمعنا. لما تيوقع زلزال في الحسيمه ما الذي يبكينا احنا في الكنازه والفرمات؟ شنو علاقه الحسيمه؟ مفهوم الامه. مفهوم الامه ما تنتجوش دوله وحده. تنتج الشعراء والفنانين والمصايب والاعداد والافراح. كل الذي يحدث وتيجمعنا هو الذي ينتج مفهوم الامه. لهذا القضية الصحراء لا تدخل فقط ضمن قضايا الدولة، لا مشكلة الدولة والمسؤولية، هي تدخل ضمن الشعور الجماعي، هو واحد الإحساس اللي المغاربة ما تيقبلوش في دماغهم، أن واحد النهار تقدر تتبع منهم طرف تتبع منهم. لهذا هذا الأمر الأول، الأمر الثاني هو تنقول بأن إذا كان الله لا يعبد إلا بعلم، فحتى قضية الصحراء لا يدافع عنها إلا بعلم. العلم يؤسس بمعنى أن لا بد لتجميع المعرفة وتنظيمها باش تبقى عندي واحد الفرصة تراسيل ونقدر الآن الحديث اللي تتكلموا عليه الظروف اللي الآن كلها لصالحنا دوليا اللي ترافعوا بها. إذا هذه الملاحظة التالية فيما يخص يعني في المداخلة تكون قصيرة مع الأفكار كلها في التواصل. وهي يعني خديتها من واحد المشروع اللي اشتغلنا عليه في مجلس الجالية المغربية اللي هو مؤسسة الاستشارية إلى جانب جلالة الملك اللي وظفت جزء من وظائفي اللي أحدثها لها هو انه يشتغل صورة المغرب والدفاع عن قضايا المغرب. هناك مستطيل بان الجاليه المغربيه تفتقد الى ماده علميه مبسطه يمكنها بها الترافع وتشتغل. اما معرفه موهله رؤساء الجامعات وعمداء الانذار وشكل مراجع اللي تم فيها تنظيم وترتيب كل ما ترتب قانونيا على قضيه الوحده الترابيه على المستوى الجغرافي. وأنا لما كنت طالب في معهد عالي الصحافة درت واحد الأستاذ عيط لي صحفيين ما قلتش العدد اللي على الأقل تخصين للأصل أنه متخصصين في قضية الوحدة الترابية. طرحنا عليهم ثلاثة أسئلة. سؤال كان من هذه الأسئلة هو شكل ضبط جغرافية المنطقة التي تكتب عنها. بالنسبة للأجوبة كانت ضعيفة جدا بمعنى أننا حتى اللي تكتبوا في الموضوع تكلم عن الجانب الإعلامي على الأخص يكتبون أحيانا بغير علم. على مستوى خطاب المظلمية التي تنتهجه أطراف أخرى الجواب يعني بالأجوبة التي اتبعناها على واحد أسبوعين هو أننا مشينا بداخلة أنا هذا تنقل أن أوغلنا كتبنا في النقاش حول الاحترام الحكم الذاتي في حين أن الآن النقاش حول على الوصول إلى حل سياسي عادل. بعد ذلك ستتوالى قرارات مجلس الأمن اتجهت إلى إعطاء نعوت أكثر للحل الذي يجب أن يصل إليه الأطراف، كما أن هذه النعوت وهذه الأوصاف طالت الهدف والغاية وبالموازاة مع ذلك طالت أيضا الأطراف، بحيث أنه في توصيات مجلس الأمن يقول أن الحل في نزاع الصحراء يكون في جوهره وفي موضوعه وفي صلبه سياسي وفي شكله قانوني، أي بما يعني بما مفاده تقرير المصير. هنا عادة يقع الخلط الكبير، هل المجلس الأمن اعتمد في هذا التوجيه وفي هذا التذكير الغموض او اعتمد التناقض عروة، ام ان هذا التذكير الديريكتيف لا يعتريها تناقض، بل ان اهتمام كل طرف بلازمة هو الذي يوحي الى وجود هذا التناقض. مجلس الامن يوصي الى حل سياسي، هل الى اتفاق في موضوعه وفي جوهره السياسي، ولكن غلافه يكون قانونيا. لا معنى ساتولى شرح هذه النقطة لانها هي صلب التنافس الحالي، صلب التنافس الذي سيقع في المستقبل، لان المغرب يرى ان اعتماد مجلس الامن الى في جوهر الاتفاق الى سياسي
يتوافق ويتطابق مع مبادرته بالحكم الذاتي التي تتصف بكل مواصفات الحل السياسي والمشروع السياسي. ولكن المغرب يتغاضى عن الشكل الذي هو تقرير المصير في اعتقاده أن تقرير المصير عودة إلى خطة التسوية التي سقط بها مجلس الأمن، بل في تفسيري وفي اعتقادي الشخصي فإن المطلوب ما يطلبه مجلس الأمن من الأطراف هو الوصول إلى حل واحد ووحيد، بمعنى أن الأطراف عندما تصل إلى اتفاق حول الحل السياسي فيجب عليها أن تصل أيضا وأن تتفق إلى طريقة للإشهاد على نفس الحل، أي أنه ليس هنالك من تفرقة بين الحل لأنه اتفاق واحد جوهره سياسي وشكله قانوني، اتفاق لا يتجزأ. وهنا أعود إلى التطور والديناميكية التي يعرفها تقرير المصير، لأنه إذا رجعنا إلى تقرير المصير على مستوى تعريفه الخارجي الذي يعني العودة إلى الاستبداء، فإنه من العبث أن نفكر أو أن نعود أن مجلس الأمن سيعود مجلس إلى نفس النقطة التي فشل وسقط فيها. وبالتالي فإن في إطار هذه الدينامية التي ترفض الانفصال، سواء ما وقع في كردستان العراق أو في كاتالونيا إسبانيا أو في اسكتلندا أو في غيرها، أن المجتمع الدولي يسير في اتجاه نقد والابتعاد. نظر أن الإدارة والجيش المغربيين موجودين في هذه المنطقة التي تدعي الجزائر وعميلتها البوليزاريو على أنها راه ماشي ديال المغرب، وبالتالي على المجتمع على الأطراف أن تتحلى بالواقعية وأن تقدم اقتراحات لها مصداقية. دونك هنا مجلس الأمن ذهب في اتجاه للحل التوافقي، وهذا السقط في هذا الخطاب سيصل إلى مداه مع القرار الأخير اللي هو 24/60، حيث أن هذا القرار كان واضحا في ثلاث أشياء. كان واضحا بأن الحكم الذاتي تقريبا هو السقط الذي يمكن أن نتجاوزه في حل هذه المشكلة. كان واضحا على أن هذا بشكل غير مباشر على أن الحل للمشكلة ديال الصحراء لا يمكن أن يأتي من خلال وجود دولة في هذه المنطقة، لأن الدولة فيها المنطقة اللي فيها منطقة للساحل، منطقة للإرهاب، منطقة اللي فيها مجموعة من المشاكل يمكن أن تشكل تهديد حتى الاتحاد الأوروبي وعلى الأمن والسلم الدولي. وبالتالي هذا القرار الأخير للأمم المتحدة لمجلس الأمن كان هناك وضوح كبير فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف ومع هذا النزاع من خلال التأكيد على الحكم الذاتي، من خلال كذلك وأهم أختم بهذه النقطة التأكيد على مسألة أساسية وهو اعتبار الجزائر طرف أساسي في النزاع. لأن في السابق كانت هناك أن الجزائر تمكنت من تخلق الوهم عبر ما تنعرفه أن العلاقات الدولية مبنية على القوة، مبنية على 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 الجانب الاقتصادي بشكل كبير. الجزائر تمكنت من أن تضخ أموال طائلة في جيوب مجموعة من الرؤساء ديال الدول اللي تتشريهم بالفلوس، وهذا ماشي أنني سنقول كاين أدلة مادية على المسألة هذه، وكذلك مجموعة من التقارير وتجنيد مجموعة من وكالات ديال التواصل من شركات خاصة بالتواصل من أجل الدفاع عن هذه الأفكار المغلوطة التي جاءت بها الجزائر والتي حاولت من خلال صنيعتها البوليزاريو أن تقدمها للأمم المتحدة. المسألة الثانية اللي هي كذلك أو مسألة في القرارات اللي هي كذلك ذات أهمية كبيرة وهي أن الابليكاسيون اعتبار الجزائر الطرف في النزاع هو البدء لحل النزاع، وخصوصا إذا استحضرنا المتغير الآخر يتعلق بما يقع الآن في الجزائر. وبالتالي أنا صوت يوسف منار على أنه يجب الاشتغال على محاولة تأثير على الرأي العام داخل الجزائر، لأن الجزائريين باش تمشي للجزائر كلهم مشينا اليوم جيش استزعى لمرض الجزائر في وقت تمشي للجزائر للمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية، لأن من السنة الأولى الابتدائية ستلاحظون ودراسة المقررات الدراسية للتلاميذ للجزائر من السنة الأولى تعلموا الحقد على واحد الدولة سميتها المغرب، المملكة المغربية. من الأول تعلموا الحقد والكراهية، يعني كتبهم المدرسية مملوءة بالحقد، بدعوات الحقد والكراهية تجاه المغرب. علاش ما عرفتش؟ يعني ديك النخبة
اللي كانت هذه الجزائر كان عندها واحد حقد وجودي يعني للمغرب بواحد الشكل رهيب جدا ويمكنش تفسروا بشي نظريه يعني سياسيه. القرار متقدم بزاف على القرارات السابقه، علاش؟ لانه كان المصطلحات اللي كانت في الدوله البوليزاريو غابت فيه، ما بقاتش كلها المصطلحات. وجات فيه هذه المره هذا القرار تغيرت اللغه ديالو، ومره اخرى يشير الى 14 قرار، بمعنى هنا في اللي مطلوب عندنا في الخارجيه انهم يشتغلوا على المساله. القرارات اللي جات كلها في المرحله الاخيره كتهضر من 2007، كتهضر على 14 قرار. 2007 ابريل هي اللي تقدم فيها الاقتراح ديال الحكم الذاتي. هي يعني شنو هي الاشاره؟ الاشاره انه المغرب مطلوب منه يزيد واحد الخطوه وهي يبدا في العمليه ديال التنزيل. رغم انه خرج وزير الخارجيه في واحد المرحله كيقول لك احنا درنا الاقتراح الذاتي مع الطروح على المفاوضات. حنا الان تغيرت الطبيعه ديالنا، ما كايناش مفاوضات، كاينه محادثات. ثم ما يمكنش نتفاوض احنا مع الجزائر على الحكم الذاتي. هذا الحكم الذاتي كيتعلق بنا، اذا حتى الاقتراح هنا خاصو تنظر ليه زاوية أخرى، بمعنى زاوية أخرى. في البداية كانت مفاوضات مع واحد الوقت مع البوليزاريو عن طريق الأمم المتحدة، فشلات. ولات مرحلة أخرى، إذا ولات مرحلة جديدة، شكون الطرف الأساسي هنا؟ هو الجزائر. بانت، والدليل أنه في القرار ديال المجلس أن هناك قرارات كتكتب كما يقال على رأس إبرة، بمعنى ما كاينش فيها شكل المزايدة. يكون فيها واحد النقاشات وكتشاف وكتقرا المسودات للدول الكبيرة، ومن بعد كيكون التصويت. كتكتب بدقة، كل كلمة كتقرا بدقة. كاين اشاره كبيره للجزائر كل مره كتزاد، يعني الطرف الاساسي هو الجزائر، ما كاينش شي حاجه سميتها البوليساريو. اذا هنا الحكم الذاتي المنظور ليه الان وهو اننا ندوزو للمرحله ديال التنزيل، لان الجزائر ما ناقشوش معها، الجزائر كناقشو معها ان هي طرف في النزاع وهي المسؤوله على صناعه البوليساريو. اكثر من ذلك كناقشو معها بهذه العباره بان هذا النزاع الا وقع فيه شي خطا كيهدد المنطقه ديال شمال افريقيا كلها ومنطقة الساحل والصحراء بهذه اللغة. إذا هنا هذه التغييرات اللي حدثت وكنحتاجوا في الخطاب إلى نوع من الواقعية. شنو هو هذه الواقعية؟ ملي كنسمعوا الحكم الذاتي وهنا نهضر باللغة ديال القانون الدولي، ربما غتتاح فرصة للتلاميذ أنهم يدرسوا القانون في واحد المرحلة، بعد مرات شي حوايج اللي فرصة ما كنتبهوش ليه. المصطلح ديال الحكم الذاتي وملي كنطرحوا حنا وكاينوا الطرف الآخر وكتعطى لقاءات إعلامية، البوليزاريو كيعتبر بعض يجي بين هذا الحكم الذاتي. هو كاين في الميثاق ديال الامم المتحده اللي تحت 45 شنو كاين فيه؟ كاين ماده 73 كتقول لك الاقاليم غير متمتعه بالحكم الذاتي، هذا القانون الدولي، الاقاليم غير متمتعه بالحكم الذاتي. الا دخلتوا للموقع ديال الامم المتحده كتلقاو 16 اقليم كتسميهم الامم المتحده الاقاليم غير متمتعه بالحكم الذاتي، منهم الصحراء ومنهم كاليدونيا الجديده ومنهم جزر فيجي. كاليدونيا الجديده اللي كتجي فرنسا وكتدير النشره الجويه، هذو كيسميو الاقاليم غير متمتعه بالحكم الذاتي. اذا من خدينا هنا؟ خدينا من القانون الدولي. اذا هذا اقليم كان غير متمتع بالحكم الذاتي، اذا غندوزو للمرحله ديال التنزيل ديالو كنعطيو الحكم الذاتي. ولكن اللي صعيب عندنا هنا وهو مازال كنهضرو بديك اللغه القديمه. الامم المتحده كتطور ولكن عندنا حنا مثلا الاحزاب ولا بعض الاحزاب مثلا بالخصوص كيرجع يقرا في التاريخ، وهنا غنسالي بهذه الجمله هذه. هاد القضية ديال التاريخ بعض المرات راه كتولي حنا ما محتاجينش اننا نطوروا التاريخ، صافي معناها تطور اللغة ديال القانون الدولي تطورات، وما محتاجينش نظري انه يدافع على راسو تاريخيا لانه أمة دولة. الجغرافية كتخدم لينا حنا كتعرفوا في الجغرافية اللي غيقراو الجغرافية السياسية من بعد ولا غيقراو العلاقات الدولية، الأقاليم الدول اللي هي بحرية هي الدول المتطورة في العلاقات الدولية.